ايضا معانا احد نجوم النادي الاهلي واحد ابرز لاعبي النادي الاهلي في بطوله كاس العالم للانديه محمد هاني. يا هاني ببارك لك في البدايه، الف مبروك، انجاز جديد من ضمن الانجازات الكتير اللي انت حققتها مع الفريق. طبعا الحمد لله، يعني الواحد كان نفسه من زمان اللي هو يوصل للفتره دي. يعني انا كنت اتكلمت قبل كده وقلت ان انا لعبت نهائيين قبل كده ولعبت كذا افريقيا، بس ربنا ما اردش يعني، فده اللي انا كان نفسي اوصل له بقالي فتره كبيره يعني. والحمد لله ربنا كرم ووصلنا وعملنا حاجه مشرفه يعني تليق باسم النادي الاهلي وباسم جمهوره. ويعني طبعا كان نفسي ان احنا نوصل نهائي، وان شاء الله احنا يعني باذن الله الفتره الجايه احنا هنكسر الرقم القياسي ده ونوصل نهائي وناخد مركز احسن يعني من الثالث ان شاء الله. يعني ان شاء الله عايز اتكلم بالتحديد عن مواجهه بايرن ميونخ هاني، وانت بصراحه ما شاء الله عملت مباراه كبيره جدا، وكنت بتلعب قدام الفونسو ديفيز واحد من افضل اللاعبين في المركز ده تحديدا. هيأت نفسك نفسيا ازاي للمباراه دي، وبتمثل لك ايه بعد التالق الكبير اللي تالقته؟ لا هو الموضوع انت بيبقى تحدي بينك وبين نفسك، يعني انت بيبقى في ناس ممكن تشكك في قدراتك مثلا، او في ناس بتبقى بتستنى لك مثلا ان انت ما تبقاش في احسن حالاتك او حاجه زي كده. بس انت بقى بتقعد مع نفسك وبتراجع نفسك وبتشوف ايه الحاجات اللي ناقصاك ان انت تشتغل عليها. بتدرس بقى يعني، انا كنت بدرس برضو الفرقه اللي قدامي، بشوف يعني بشوف هم طريقتهم عامله ازاي، بيهاجموا ازاي، بيعملوا ايه. بس وكله بقى طبعا يعني توفيق من عند ربنا، يعني توفيق كبير جدا 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 من عند ربنا. هو الواحد بس بيشتغل وبيعمل اللي عليه وبيجتهد، وربنا هو اللي بيديك النتيجه في الاخر. يعني مواجهه بالتحديد مع الفونسو ديفيز، وانت اكيد عارف الفونسو ديفيز، عارف طريقه لعبه، ذاكرته كويس قبل المباراه عشان كده يعني كانت اي مواجهه مباشره انت كنت بتتفوق فيها؟ انا اتفرجت عليه، انا بحبه عامه يعني، انا بحبه جدا من الشامبيونز ليج اللي فات كمان اتفرجت عليه كتير. هو مشى الباك رايت بتاع برشلونه مشوه بعد الماتش ده يعني. فلا هو لعيب كويس جدا، وانا قعدت طبعا اتفرجت بقى عليه وشفت بقى طريقته وشفت كل حاجه وبس. ويعني الفرقه كانت الفرقه برضو بتاعتنا يعني، احنا بقينا دلوقتي خلاص بقى الكيمستري بينا حلوه، وبقى خلاص انت حافظ اللي حواليك وهم بيساعدوك برضو. ان انت هو في الاول في الاخر بقول لك بيبقى تحدي، انت برضو واثق في نفسك وواثق في قدراتك وشايف ان انت يعني الناس دي مش يعني انت مش اقل منهم في حاجات يعني. هم بيبقوا في حاجات معينه هم فارقين عنك بسبب بقى ان هم من زمان هم متاسسين على الحاجات دي، لكن انت بتحاول ان انت تقرب لاحسن حاجه مثاليه يعني. بخصوص ان هاني دلوقتي هو الباك رايت الاساسي بالنسبه للنادي الاهلي رغم ان انت لسه صغير في السن، هل ده بيمثل عليك بعض الضغوط نوعا ما؟ لا 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 ده بالعكس خالص يعني، انا من زمان وانا بنافس، ومن زمان انا نفسي ابقى رقم واحد وبحاول وبحاول ان انا اعمل عليا وابقى رقم واحد بس، وشغال على ده والحمد لله يعني. كله التوفيق طبعا زي ما قلت لك من عند ربنا، انت بتعمل اللي عليك وبتحاول ان انت يعني الناس تشوف ان المكان ده لا في حد لعيب كويس اسمه محمد هاني كان موجود في المكان ده. هي فتره الكوره، فتره انت بتلعب فتره ويجي بعديك واحد تاني بيكمل. فيعني انا بتمنى من ربنا طبعا ان شاء الله انا في الفتره اللي انا ابقى موجود فيها دي اسيب بصمه كويسه يعني. ايه اللي بتفكر فيه الفتره الجايه مع النادي الاهلي؟ نفسك تحقق ايه؟ ايه اللي ناقصك مع الفرقه؟ انا كده يعني الحمد لله لسه الاثنين السوبر الافريقي والسوبر المصري، دول يعني دول هدفي الفتره الجايه، والدوري طبعا هترجع تشتغل عليه. وخلاص انت هترجع هتبتدي بقى بطوله افريقيا من جديد يعني. انا هدفي وهدفنا كلنا اتكلمنا حتى بعد الماتش كلنا ان احنا عايزين نيجي تاني يعني. احنا معظم المجموعه دي ما شافتش الاجواء دي، يعني انت اول مره تلعب كاس عالم، اول مره تشوف الحاجات دي. فبجد لما شفنا الاجواء وشفنا الملاعب وشفنا التنظيم وشفنا الكوره عامله ازاي، لا يا يعني اكسبيرينس جميله جدا يعني. الواحد نفسه ان شاء الله باذن الله يعني هنبقى يعني موجودين كل سنه. احنا وعدنا بعض ان احنا ان شاء الله ناخد بطوله افريقيا السنه دي والسنه اللي بعديها ونيجي هنا على طول باذن الله.
اخيرا جمهور الاهلي بقى حابب تقول له ايه؟ بص يعني والله الواحد كان فرحان بمنظر الجمهور في قطر، يعني حتى لو ما كانوش كتير قوي بس يعني حاجه جميله والله. احسن حاجه ان اللعيب يلعب في الملعب وجمهور الاهلي حواليه، دي بتديك يعني طاقه غير طبيعيه. يعني نفسي 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 ان هم يبقوا موجودين في الاستاد، يرجعوا حتى لو بكميات قليله بس يبقوا موجودين. يعني هم دايما بيدعمونا من اول يوم جينا قطر هنا، يعني كان في دعم غير طبيعي طبعا. جمهور الاهلي ده حاجه كبيره جدا والله، مش كلام يعني وشعارات وكده بس، لا ده يعني جمهور الاهلي ده حاجه كبيره جدا، وهو فعلا يعني النادي الاهلي ده هو اللي عاملنا كلنا يعني بمعنى اصح. يعني طبعا بعد ربنا كل واحد هنا خير يعني خيره من النادي الاهلي يعني. بس فانا بشكرهم طبعا على كل دعمهم لينا، واحنا نحاول بقى ان احنا نبسطهم ونديهم مكانهم الطبيعي يعني. بس توفيق يا هاني.